السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. في هذا الدرس سوف نتعرف على le verbe avoir au passé composé et au futur. Le verbe avoir au passé composé et au futur. فسابقا تعرفنا على le verbe avoir في le présent، يعني le verbe avoir في الحاضر. وفي هذا الحصة إن شاء الله غنشوف le verbe avoir في le passé composé، يعني في الماضي، وفي le futur اللي هو المستقبل. فأولا نتذكروا le verbe avoir au présent. فسابقا قلنا le verbe avoir هو فعل امتلاك، يعني لا بغيت نقول عندي شي حاجة أو لدي غنستعمل le verbe avoir. فلا conjugaison تاعو هي كالتالي: j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. فسابقا قلنا جي هي لدي أو عندي، تويا هي لديك، إيلا لديه أو لديها، إيلا لديها، nous avons لدينا، vous avez لديكم، ils ont لديهم، elles ont لديهن. دونك هذا بالنسبة للبريزون أو بالنسبة للحاضر، هذا لو فيرب أفواغ في البريزون. فغنخلي لكم في صندوق الوصف الدرس كامل نتاع لو فيرب افوار في البريزون مع لي زيكزامبل او الامثله والاكزرسيس اللي درنا. اللي ما شافوش يمشي يشوف لو فيرب افوار في البريزون، عاد يرجع يشوف لو فيرب افوار في لو باسي كومبوزي. اول حاجه لو باسي كومبوزي هو الماضي القريب، دونك عندي الماضي القريب والماضي البعيد. فالماضي القريب بحال بيت نقول اير، يعني البارحه او امس، الا بيت نقول الشهر الماضي، الا بيت نقول مثلا الاسبوع الماضي، فغنستعمل لو باسي كومبوزي يعني الماضي القريب. والا بنستعمل الماضي البعيد يعني غنهضر على واحد العشرة نتاع السنوات ولا خمسة السنوات، الماضي البعيد غنستعمل لامبارفي. لامبارفي دونك هذا هو الفرق بين لامبارفي و لو باسي كومبوزي. ففي دروس اخرى ان شاء الله غنتعرفوا على لامبارفي. دونك قلنا لو باسي كومبوزي هو الماضي القريب و لامبارفي هو الماضي البعيد. دونك فهاد الحصه ان شاء الله غنشوفوا الماضي القريب او لو باسي كومبوزي. دونك لا كونجوغيزون تاعو هي كالتالي: عندي جي او، جي او يعني اش لاحظتوا؟ كندير لو فيرب افوار في لو بريزون وكنزيد عليه او، جي او. tu as eu، tu as eu. le verbe avoir في لو بريزون كنزيد عليه تا هو او. il a ou bien elle a eu، nous avons eu، vous avez eu، ils ou bien elles ont eu. donc la conjugaison entre le verbe avoir le passé composé il y a le verbe avoir le présent، la conjugaison entre le verbe avoir le présent ou qu'on dit elle a eu. voilà eu j'ai eu tu eu il ou nous vous il. donc كلهم كنزيدو عليهم eu كيف شفتوا معايا. donc j'ai eu، tu as eu، il a eu، nous avons eu، vous avez eu، ils ou elles ont eu. هنا الا قلت جي في لو فيرب افوار جي قلنا هي لدي او عندي، يعني دابا، دابا لدي. مثلا جي 15 ans يعني دابا عندي 15 سنه. مي الا قلت هنا جي او هي كانت لدي او حصلت على، يعني شي حاجه اللي كانت عندي ما عنديش دابا، كانت عندي ديجا. داكور يعني هنا عاوتاني tu as eu هي كانت لديك، il a eu ou bien elle a eu هي كانت لديه، كان لديه ولا كانت لديه. nous avons eu، كان لدينا، vous avez eu كان لديكم، elles ont eu هي كان، كان لديهم او كان لديهن. دونك يعني هنا كنهضروا على شي حاجه في الماضي، شي حاجه دازت. كان لدي يعني كان عندي، ما عنديش دابا، كان عندي. الا لاحظتوا عندي هنا قلت جي او ماشي بحال لو فيرب افوار في البريزون. في البريزون عندي غير جي بوحده. في الباسي كومبوزي كيكونوا عندي دو فورم فيربال، هادو كيتسموا دو فورم فيربال، عندي جي بوحدها و او بوحدها. داكوغ دونك جي او. فالباسي كومبوزي اي كونستيتو يعني كيتكون من دو فورم فيربال.
فاللولة كتسمى l'auxiliaire avoir au présent والتانية كتسمى le participe passé du verbe conjugué. D'accord. Donc j'ai هذا إلا كان غير بوحدو كيتسمى verb كيتسمى le verbe avoir. ولكن إلا كان معاه هاد le participe passé كيولي كيتسمى هذا auxiliaire. أشنو auxiliaire؟ auxiliaire هو مساعد الفعل كيولي كيساعد هاد الفعل باش نصرفه أو باش نكونجيغيه. دونك إلا عندي غير جي بوحدها كيتسمى verb avoir، وإلا عندي جي وحدها verb واحد آخر كيتسمى هذا auxiliaire. بالنسبة لي auxiliaire فعندي كاينين جوج، كاين auxiliaire avoir و auxiliaire être، صافي ما كاينش شي حاجة أخرى. دونك عندي أما auxiliaire avoir ولا auxiliaire être. دونك جي U هذا كيتسمى l'auxiliaire avoir au présent وهذا كيتسمى le participe passé du verbe conjugué. الverb اللي كيكون مورا le verbe avoir ou bien le verbe être كيتسمى le participe passé. D'accord. فنتمنى يكون واضح لكم. دابا غندوزو نشوفو le verbe avoir في le futur يعني في المستقبل. دونك le futur هو المستقبل. فشفنا le verbe avoir في présent في الحاضر اللي هو j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont. شفنا le verbe avoir في le passé composé اللي هو j'ai eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu. دابا غنشوفو le verbe avoir في le futur. Donc le verbe avoir le futur qui est sarraf katali. Alors la conjugaison taro هي katali. Donc on dit j'aurai. J'aurai. سوف يكون لدي. يعني شي حاجة غتكون عندي في المستقبل. ما عنديش دابا وما كانش عندي. Donc غتكون عندي في المستقبل. J'aurai. Tu auras. Il ou bien elle aura. Nous aurons. Vous aurez. Ils ou elles auront. Donc, j'aurai, yesayakounou ladeya. Donc, ketksub ketali, A-U-R-A-I. Donc, had la terminaison hadi, il va faire un stem, la jamie, l'afan. R-A-I, R-A-S, R-A, R-O-N-S, R-E-Z, R-O-N-T. Donc, had la terminaison hadi, il y a la terminaison tel futur. Donc, j'aurai, tu auras, il ou bien elle aura. Nous aurons, vous aurez, ils ou elles auront. Donc, il n'a j'aurai, il y a سوف يكون لدي, ou سيكون عندي. Tu auras, سيكون لديك, ou سيكون عندك. Il aura, سيكون لديه, ou سيكون لديها. Nous aurons, سيكون لدينا, ou سيكون عندنا. Vous aurez, سيكون لديكم, ou سيكون عندكم. Ils ou elles auront, سوف يكون لديهم أو سوف يكون لديهن. فهمتمنى يكون واضح لكم. فهاد لا كونجوغيزون هي المفتاح نتاع اللغة الفرنسية. فما يمكنش لي نهضر اللغة الفرنسية لما كنتش كنعرف لا كونجوغيزون. دونك لبي نستعمل جملة وغادي نقول فيها سوف يكون لديك، فهنا غادي نستعمل لو فيرب افوار في لو فيتور. دونك خصني نكون عارفه ديجا اشنو هو لو فيرب افوار في لو فيتور. دونك هادشي فاش كتنفعنا لا كونجوغيزون. ولا بغيت نقول كان عندك او كان عندي، فاوتوماتيكمون غنستعمل لو فيرب افوار في لو باسي كومبوزي يعني كان عندي. فهادو هما الاستعمالات تاع لا كونجوغيزون. فما يمكنش لي نتكلم اللغه الفرنسيه الا ما كنتش كنعرف لا كونجوغيزون. دابا غادي نقومو بواحد ليكزيرسيس اللي هو كالتالي. هاد ليكزيرسيس غنستعملو فيه لو فيرب افوار في لو باسي كومبوزي، وليكزيرسيس اللي موراه غنستعملو فيه لو فيرب افوار في لو فيتور. فاول شيء غنشرح لكم هاد الجمل، ومن بعد وقفوا لا فيديو وقوموا بانجاز التمرين، ومن بعد رجعوا لا فيديو باش نقوموا بالتصحيح. فهاد الفراغات غتملؤهم ليا بلو فيرب افوار في لو باسي كومبوزي، غير لو باسي كومبوزي بوحدو، وفي التمرين اللي موراه غنستعملو لو فيتور. Donc, il y a le passé composé. Hier, tu, donc il y a le verbe avoir le passé composé, de bonnes notes. Yani, hier, il y a le bariha, ou ems, tu, yani, enta, de bonnes notes. Yani, nukat jayida, ou nukat hasana. Mes enfants, atfali, ou abnai, une fête d'anniversaire la semaine dernière. Une fête, il y a le hafla, عيد ميلاد, la semaine dernière, l'usbu al-madi. دونك الاسبوع الماضي نقول كان عند اولادي عيد ميلاد. دونك لاندي ديرني الاثنين الماضي احمد اون اكسيدون دو سيركولاسيون. دونك اكسيدون وحادث
circulation, يعني حادث مرور, حادثة سير. Nous, le plaisir de vous rencontrer, يعني nous هي نحن, le plaisir de vous rencontrer, يعني سررنا بلقائك. Le mois dernier, j'ai mon permis de conduire, يعني le mois dernier, هو الشهر الماضي, mon permis de conduire, يعني رخصة القيادة الخاصة بي. يعني le permis de conduire هو رخصة القيادة, ومون بيرمي دو كوندوير يعني رخصة القيادة الخاصة بي. دونك دابا قوموا بإنجاز التمرين ونعاودوا نرجعوا باش نشوفوا التصحيح نتاعو. فدابا غادي نصحوا هاد ليكزيرسيس. إيير تو, دونك هنا غنستعملوا لو فيرب افوار في لو باسي كومبوزي مع تو, هي تو يا او. تو يا او. إيير تو يا او دو بون نوت, يعني البارح كانت لديك نقاط جيدة. Hier, tu as eu de bonnes notes. Mes enfants, une fête d'anniversaire la semaine dernière. Fa mes enfants, y amma rangoul mes enfants, y amma il. Il y fait S. Donc, il n'est pas le pluriel ou le jamais. Donc, mes enfants ou ils ont eu une fête d'anniversaire. Donc, mes enfants ont eu une fête d'anniversaire la semaine dernière. Yani, abnaï kanat ladeihim haflat Eid Milad fi l'usbou' al-madi. Donc, il y a mes enfants, bien il. Lundi dernier, Ahmed, donc Ahmed, il dirait personne, يعني, il, houa, un accident de circulation. يعني, Ahmed a eu un accident de circulation. Donc, il y a un Ahmed, il y a un il, mais il peut juste un juge. Ahmed a eu un accident de circulation. Nous, donc nous, le plaisir de vous rencontrer. Nous avons eu le plaisir de vous rencontrer. Donc, il avait nصرف le verbe avoir, le passé composé, faire un stemmel. Nous avons eu. Nous avons eu le plaisir de vous rencontrer. Le mois dernier, j'ai mon permis de conduire. يعني, حصلت على. شنو غنقول? J'ai eu. Le mois dernier, يعني, في الشهر الماضي, j'ai eu mon permis de conduire. يعني, حصلت على رخصة القيادة الخاصة بي. Donc, j'ai eu. فنتمنى تكونوا قمتوا بالتمرين ويكون صحيح عندكم. فاللي ما فهمش شي حاجه يخليها ليا في الكومونتير, فان شاء الله غادي نجاوبوا عليها وغادي نفهموا اكثر. دابا غنديروا اكزرسيس على لو فيرب افوار في لو فيتور. فهاد الفراغات غتملؤوهم ليا بلو فيرب افوار مكونجوغي في لو فيتور. فتو دابور غنشرح لكم هاد لي فراز او هاد الجمل, ومن بعد قوموا بالاكزرسيس. دونك نو, نحن, ان كور سوبليمونتير دومان. Un cours ou درس supplémentaire, يعني إضافي, demain, هي غدا. Donc, نحن غيكون عندنا واحد الدرس إضافي غدا. Tu, une récompense si tu ranges ta chambre. يعني أنت, يعني غتكون عندك أو ستكون لديك مكافأة, récompense هي مكافأة, si tu ranges ta chambre. يعني إذا رتبتي الغرفة نتاعك. Donc, إذا رتبتي الغرفة نتاعك غتكون عندك مكافأة. Il, 15 jours de vacances. Donc, il y a 15 jours de vacances ou 15 jours de vacances. Donc, d'abord, il y a le verbe avoir conjugué le futur. On va revenir, Inch'Allah, dans l'exercice. Fahna indi nous, yani nahnu, un cours supplémentaire demain. Yani nahnu, sayakounu ladeina dars idafi ghadan. Yani shnu ghanqoul bilfransiya, nous aurons un cours supplémentaire demain. Nous aurons. Wa jawab sahih. Tu, une récompense si tu ranges ta chambre. Tu y auras une récompense si tu ranges ta chambre. Donc, ça t'a connu la déika, moukafa'a, idara tebta, rorfatek. Donc, ils auront 15 jours de vacances. Ils auront 15 jours de vacances. Ça t'a connu la déihim, 15 yom fi al-outla. فوصلنا لنهاية الحصة. نتمنى الدرس نتاع اليوم تكونوا استفدتوا منه ويكون كل شيء واضح لكم. فاللي ما فهمش شي حاجة ولا اللي عنده شي تساؤل يخليه ليا في لي كومونتير, فان شاء الله غادي نجاوبه ونتلاقاو في حصة مقبلة ان شاء الله.